السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة بنة الزمان. اليوم جاتنا خاتي دوجة وجابت لنا ظلمة مخلطة وشطيطحة كرومبيط. تفضلوا معايا الكوزينة نتعرفوا كيف تحضرنا هذه الوصفات. مرحبا بك خاتي دوجة، واش راكي؟ لاباس. واش راكي انت؟ ياك الحمد لله صحتك. لاباس لاباس الحمد لله. سوال عليك، اليوم ظلمة مخلطة. ظلمة مخلطة مخلطة على جال الخضرة درنا فيها كاع. ايه خضرة. ايه كاع الخضرة. ايه كاع الخضرة. واش فيها؟ فيها لان لازيبيس هاملك، فيها فريل كحل، قرفة، الملح، بصل، بيونداشي هاوليك، معدنوس، شوية روز، حميصة، ولحم، فتيتة تاع اللحم برك بنا. على البنا برك. اه وهنا كاين قرعة. قرعة، بطاطا، وحبيبة طوماطيش، راس طرشين. راس فلفل حلو. فلفل حلو. فلفل حلو. نبدأ بسم الله خاطر. وهذا الشطيبة احنا دايما يا خشتين نطلقها. وبعد نحوها. تاع واش هذا الشطيبة؟ معدنوس. يا اخي قلت ندق بعد اسمي ندقي. هاي اخواتي نبداو بسم الله. نجيب لك القدره تحبي تدوزني فوق. هذا الحم. ايه نديرو الزيت. ديري بسم الله. هتعلمي ديري شويه زيت. جيبي لي مغرفة خلاص. جيبي لي اخواتي برك ندوز. ما غير فعلي ندير بها الدوزة. باش ديري لا ما غير فعلي هايك حاتي ندير بها العقاقر. احنا نقولوا العقاقر. العقاقر شوية قرفة برك. دايما في اللحم ما نديروش بزاف في القرفة باش ما يتحنش المرحة باش ما يتكحلش ثاني. شوية فلفل كحل. اه خاتي نجيب لك الملح. ايه جيبي لي بنتي. ايه نسينا باش نحطوه. نسينا ما حطيناش. هاتي شويه ملح. درنا اللحم، زيت، فلفل الكحل، وشويه قرفه. ايوا دوك كنزيد نقطع البصل. عطيني موس. الموس. حيتي بنتي صح. كلشي على مانك. ها نديرو دول ما مخلطه. مخلطه نقطعو البصل رقيق رقيق. كي حنا كنا غير نقطعو هكا برك ما تسكرفجوش. زمان بكري حنا وقفات. شوفي كي قلت زمان تنهدت. وراهم هذوك الايام انا نحيي فيهم ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله نحيو. مبارك عليكم علي ان شاء الله معانا ان شاء الله. خاتي هكا باش نزيدو لهذوكا. دوكا مويها وفرنو شعليه. بسم الله نعوموها. نعم لا 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 استني حطيه لي. ايش علي قلت لك الفرن خاتي وما ديري لها السمن. دوك ندير نقصنا. لا خلي هكا خاطرش القدره ثقيله باش ثقيله باش تسخن باش تسخن. اعطيني داك السمن انت غادي تشوفي نحلو غادي غير شويه هكا. صح خلت. انا حبيت باش الدوباد يعمرت بها. ها هي ديري لي دوك مويها ونديرو الحميصه نعوموها خالتي شويه برك قسم نقليوها. اليوم ماشي بحر. اليوم لا لا اليوم ما نعوموش هكا برك. زيد شويه زيد شويه خلاص. نرمي الحميصه. دقيقه برك خاتي دجا عطاني نجبد لك منا البصل. فوالا هاكي رمي الحميصه. ديري طايبه خاتي الحميصه شويه نقليا دايما حنا نغلوها. ديري فوالا هكذاك. وهذه تاع العاده الابيض كاع ندير لونها. هذه
ومن بعد نحيها دائما هذوك كما حنا نقولوا الشطبات تاع المعدنوس. الشطبات تاع المعدنوس هذيك بلا بلا ورق. الورق هاهو ها قطعنا هذيك للعقده. للعقده هذيك ان شاء الله شدي هذه ثقيله. صح ثقيله. دوكا نبداو دوكا نولوا القرعه. نجيب لك باش نحط لك ريسيبيون باش تقدري تخوخي وتحطي تعمريها. هاكي خالتي هدايا باش نديرو فيه هذا تاع العقدة. هذا نديرو فيه تاع العقدة. اي هذا باش نديرو اللحم هكذا. هذه السنيف السنيف وتندوزنها قبل ومن بعد نولو نخوة. ندوز نحط لك هذه. هذه باش ديري كي تخوخيها تحطي هذاك ونزيد نجيب لك خالتي تبسي باش كي نعمروها نحطوا فيها. فوالا صح شتي خلاص بنتنا خلاص حفظت. هذه تكفي نص حبه تكشيها طا ماشي بزاف. هذا شويه معدنوس داخل ونخلو شويه للعقده. شويه للعقده شويه معدنوس مع لافاخ باش نعمرو. شويه روز بدي نشمخها خاطر نرفد شويه روز بيدي. بسم الله هذه خليها من بعد الكرومبيط. منا جيبي لي ندير لها شويه سمن هنا. شويه سمن ديري فتيت هنا هكذا 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 باش نعركها بيدي. ايوا هاتي تشوفي المغرفه هذيك. نعطيك هذه المغرفه. يبيه ندير شويه ملح شويه ملح شويه قرفة حبيبة بيض. شويه درتي ازتي خالتي درتي لها القرفة. اي لازم درت ما كنتش على بالي كنت دايره بالي غير نديروها غير في المرقة. ها لازم واش درتي الداخل ديري هنا نزيدو نديروها مام في اللي درتيها الداخل ديري الدولمة هكذا. واش درتي الداخل ديريها دوك نولي بيدي دوك باش نبرك نفوت نخوي نخويها باش ما نواسيش يدي. غسلي هذا وجيبي لي حبيبه بيض كسريها قسميها النص. كيف نقسم الابيض ابيض وصفر واحد اي صفر واحد والابيض واحد. الابيض واحد ندي هذا خاتي برك. انا هذا ما نرميهش هذا نرميه لده حاجه ما تترمى والو خاطي تجي باش تعقد المرقه باش تجي المرقه معقوده عقده ما تجيش مايها. خاطي ها هذه البيض والصفر هذيك دوك بصح هذه وسيلي هذه نرميها لداخل اخدي الغطاء ايه دخلي لداخل نجيب باش نفتي الغطا ونخليه لداخل. بسم الله تغلي الله الله ريحتها شابة
انتي اش حاجه تحطي فيها انت من جوج بنينه؟ نزيدي لها بنت شويه ما نزيدوا لها الماء هي باش كي نرمي هذو. هاتي هذه نخوي فيها حبه الطوماطيش. بسم الله. خاتي هكا الماء اي خلاص خلاص قسم نرمو هذو. هذه اللي حبه الطوماطيش باش تطلق البنه. حبه الطوماطيش انا يا حبه الطوماطيش نخاف نخوخها باش تجي طريه. ايه ما تقدريش تدخل. ايه تنحيلها غير شويه باش تطلق البنه. هذه تحب نشوف كيف تخوخيها. هذه ثاني على جنب البنه دوك نعمر الطرشي باش يطلق البنه. غير البنه باش هايدا تنفضيها من الزبيعه. ديك طوماطيش كيما مسيتها نقص لها شويه بزاف عاد ترفد لنا كاع هذاك هكذا باش تجي الماكله بنينه. نديروها مخلطه في الصيف. الصيف دائما كيكون بكري كيكون طرشي هكذا وتكون دوكا كاين كل وقت كاين دوكا طر امام من الفلفل الحلو يجي شويه قصير يجي شويه صغير وسمين. هذاك مليح كاش نعم نديرو محشي في بلاصوص. اه هذاك نحب. اه فوالا كاش نهار ان شاء الله نديرو محشي بلاصوص. نرفد خاتي هادو ما خلص نحشوه ونقلوه ونعاودو نديرو بصوص طوماط تجي هايله. اه بصح نشرو من هذاك الشباب السمين هذاك. هذاك السمين السميمن هذاك. دوكا هذي ندير غير شويه بياض البيض. شويه برك. هاتي هنا درنا البصل معدنوس الحم مرحي الملح والفلفل الكحل. واش درتي هنا ديري هنا واش نزيدي الرز برك نزيدو غير الرز والمعدنوس ما درنا في ماه فوالا وشويه سمن ودرنا دوك بياض البيض باش يجي من الموم باش يتحكم والصفر العقده الصفر العقده. ها هي دوكا نبداو بسم الله بسم الله. دوك الرز هذا من بعد كي يطيب يشرب كاع هذا يشرب هذاك البيض. هكذا ها هي شويه بسم الله. ها هي شدي حطيها خي قلنا واحد يحلم واحد يشد المحلام. انا وياك خلاص نجيب قلت لك انا وياك نجيبو بقره. انا نشد لك المحلام انت حلب وانا نحلب ومن بعد كي تعلمينين معليش فوالا تولي انت تحلبي و باش ما تعياش. قبايليه ماشو هكا 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 يهضر ناس قبايلي تاع هكا ياك لا لا شيخك الله يرحمه يخي يقول لك القبيليه. اه يعيط لها قبيليه الحاجه اللي يديرها ستين يديرها يجي قبيليه هاك يديري ليه يجيبوا له نسيبوا عنده الشده. اه يجيبوا له القرنينه. ايه يا القبيليه اللي لا ديري لنا القرنينه سوا بركوكس سوا كشطيطحه بشطيطحه بالدرسه شطيطحه قرنينه. ايه بشطيطحه بالقرنينه ما انا خاتي المره الجايه ديريها لنا شطيطحه ان شاء الله سوا بالفول سوا ب وحدها هكذاك بدر صابرك. ايه نوض ندير له مسكين الله يرحمه قلت لك عنده الشده. ايه اه واللي متعشى عند القبايليه انا كي يروح يقول لهم كاع يعيطوا له الاخرين يقولوا له يتعشى اه ونتعشى عند القبايليه. انا نقول له كي يدوها عروسه ما يديهاش الراجل برك يدوها مالي مالي. ها عبيها قلت لك عنده الشده. هيا دوك نعمل الطوماطيشه شط دول ما مخلطه هاي ديك هاي شدي دوك هكا هكا نحطوها في المرقه. يا دوك نرميه داخل المرقه باش ندير برك وهذايا نديرهم دي بولات صغار دي بولات. ايه
اللي يبقى لك دائما ما ترميش دائما ما ترميه ما ترميش ما ترميش ارمي الداخل ما نرموش حنا والو ما نضيع حاجه كل حاجه خاتي دوزه ديرها الله كل شيء بنتي دركا اه بسم الله ايوا هاي تغلي الله الله والله ريحتها تاع ديك شي لك انا نحط معاك حطي 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 سطر شديه هنا يطلق البنه بس هذه سخونه تو هذه نسيتيها نسيتها صح غير خاتي دجا ما تنساش ما تنساش وما ترميش ما نرميش هكذا درتم حبيبات منها يشربوا المرقه منها هايليك هيا فوق افتح عليا خلاص نغلق اغلقي بنتي هكا خالتي ومن بعد تك نعقدوها نعقدوها بال معدنوس ثاني من بعد نحكي كيما العاده مريقه خالتي معنيش نديروا العقده ندير نخدموها نخلوها ونحطوها اي قارص برك القارص المعدنوس والقارص اي هذا ما والمرقه ومريقه شويه معدنوس نخلو شويه من بعد نلوحو فوقها معدنوس هاكا نحط عليك القارص بسم الله حبه القارص ديري لها هكا كتعود راح تقطعي حبه القارص خلاص روح هكا باش هي باش على الماء هيا قبل دوكا كي تقطعيها مره اخرى ديريها هكا هكا بنقطعها كي تعصريها الماء يجي ساهل نحي هذا يا برك هكاك نحيهم من بعد حب نص يكفي نص يكفي نص نص هكا هاي صافي خلاص نعطيك فرشيطه ومغرفه باش نجيب شويه مرقه باكي خاتي سخونه ماشي على سخونه بس كتشوفي ندير لك شويه صوص هاتي تشوفي بسم الله هذه هي العقدة تاع خاتي دوجة هذه هي خاتي هكا راهي واجدة والعقدة تاعنا كما قلنا تاع خاتي دوجة معدنوس بيض وقارص ونحو هذاك القطمير اللي درناه تاع نحوه ونعقدو نعقدو به شوية مرقة للعقدة المرقة هاي اللي درناها خلاص درناها طيب يعطيك صحة خاتي دوجة نخلوها طيب طيب نروح فاصل قصير نعود نكملوا مع خاتي دوجة أنا رجعنا لكم أنا وخاتي دوجة مع الوصفة الثانية اللي هي الكرومبيت هكا خاتي بالما لفت عليك باللفت شطيطها باللفت شطيطها نبدأ بسم الله وش فيها كرومبيت ها كرومبيت وهي اللفت اه ديروا شوية طماطش تاع باطا الملح فلفل عكري كروية توم شوية رز من بعد درسة توم كيشوف بدأ درسة كي تشوف مهز وزيدوا لهم بعد كي ماشي كيطيب يعني غير كي بدا يغلي نديروا له شويه رز خاطر يشد روحه الرز يعني وكيطيب ديروا شويه حشيش شويه من الفوق ايه من الفوق مور ما يطيب كيطيب خلاص حتى يطيب خلاص وتعمري ولا من الفوق كيطيب طفي الفرن تروحي شويه حشيش من الفوق خلاص مالا نبداو بسم الله اعطيني مرميطه ثاني ثقيله اعطيني مرميطه لهنا مرميطه خاتي دوجا قدامها ايه نجيب المحراز وهو الكرومبيط انت اللي تحبيه ما درتلوش الحاره ما كانش كاع لا درسه ولا صح ما عندي الزهر ما عندك الزهر خاتي نجيب الموس مليحات هاكا نحط لك كلش قدامك شويه ملح تجي تهرسي ايه يا خا عيطي عليه برك باش غيقربها بسم الله شويه عكري هاي هذه كرويه كرويه طماطش صبره شويه
زويته شويه زيت طوماطيش مصبره شويه عكري وكرويه ايه كرويه كرويه باش ما نغلطش ثاني راح ندير لها كمون واش عليه واش عليه ديري كمون نقدروا نديروا ها الكرومبيط ديري له كمون كما تحبيه بالكرويه تحبيه حسبت لي لازم له الكرويه لا ديري تحبي ما ديريش نديرو انا بالكمون ديريه وحده ديري له كمون لفت وحدها ايه وحده ما من لفته طيبيها وحده لفتيه يقولوا لها لفتيه لفتيه هذه اللي في طيبها شطيطها لا لا كي طيبي شطيطها جواز واسمو لفتيه ايه طيبي باللفت ثاني هكذا وديري له حشيش من الفوق مامش اللفت بيض يجيب لي هذاك بيض درناه بيض درناه انا وياك نسيتي ايه باللحم درنا اللفت بلا لا مانيش ننسى انا لازم ندوموندي بزاف كثر حبيت كثر هيا الزربي تشوفي درتيها نهرس شويه انا نورمالمون مهرس معك مهرس خلاص ها يا عاد ياخذ لنا الراي المهرس خلاص شافني مع خاتي دوجا ولا يخاف خلاص عاد يخاف شتي نهار الاولاني كحكرنا بسكو عليه النهار الاولاني على حكرنا سبق درت الملح هنايا ما درناش هنا بزاف وانت كي تدرسي الثوم لازم ما ديريش الملح في الطنجره تفوتي ديريه هنايا دائما واحد كي جيبي مويها يدرس الثوم يدير الملح باش ما تطيرش بالملح باش ما تطيرش باش ما يطيرلوش الثوم بسم الله هاتي تشوفي هاتي اليد هذيك خلط بها ما نديش الماء لاخاطش على بالي تزيدي تقول لي تجيب لي لا لا زيدي الماء باش ما نرميهاش نزيدو زيدي ها هو نقيها ها نقات وغادي دوجا بقى شويه برك فوالا هكذاك هادي مهرزك ثق روحي عليا نشعلك الفرن اختي بسم الله هاني شعلته نرفد هكذا يغلي زيدي شويه ما كي يغلي نرميه بسم الله خلاص خلاص قسمه يطيب تغلي نقطعه هاتي واش نديرو نقطعوه هذا هو خلاص مقطع لنا الكرومبيط لفت لفت برك قطع على أربعة كي اللي يحب يقطعها مدورة تحبي تقطعي مدورة كيما الزرود ديالك كي نقطعها في الزيتون ولا تحبي هكذا خير تقطعي هكذا كل واحد كيف حب أيوة. المهم يكون الكرومبيط واللفت واللفت حبيتي طيبي كرومبيط وحده كيف كيف بالروز انا نحبو خاتي دولمه دولمه ان شاء الله كشنها كشنها ان شاء الله ديري هولي ان شاء الله يا انا نقول لك باش نحب باش نتشهى وانت ديري ان شاء الله كشنها خاتي نخلوها يغلي تقريبا نحطو نخلوه شويه يغلي ما بدي يغلي خاتي يغلي برك غليه نرميه غليه وحده غير نحطو بعد نديرو له الروز كي يغلي ولا مع الاخر شويه الروز من بعد حتى يطيب اللفت الروز ثاني شد روحو كي هو كي الاخر كيف كيف نديرو عليه تجي نديرو كلش نديرو كلش على يجي حتى ما يشدش اللفت ما تشد الثياب وكرومبيط ما يشدش ما فيه لا حميصه ولا والو شطيطحه هكذا كبر دوك نرمي كي نرمي هذا نزيد نرمي شويه روز شطيطحه سهله واحد يديرها ما فيها ني لحم ني والو والو هو بلا لحم بلا لحم خاطي نعاود نتذكر واش درنا العكري طماطيش مصبره العكري الملح والكرويه والكرويه بعد درنا الدرسه الثوم ثوم مع حنا ما درناش الملح في القدره درناه مع الثوم باش ما تجيناش ما تخلطوش ديروا في المهرز باش الثوم باش ما يطرناش الثوم من المهرز وما نديروش الثوم في القدره باش ما نزيدو يطر لنا الثوم ونغسلو وهنايا قطعنا اللفت هاي ديجا جايبه الغليه هاي جايبه الغليه نرمى قطعنا اللفت والكرومبيط ودوك نديرو الرز شوفي دوك نفوت نسقف اللفت هي الاولى نرفد لك ايوه تقيله هاك الكرومبيط ها هو مقطعه
كملي كبش تكفي نزيد نعطيك الرز خالتي. نعم خاطر قد الرز قد تم ثم الرز ثاني يشد يد مع قيسهم قيس الكرومبيط قيس لا خاطي تفرغي قبل الدردريه غير شويه لا شويه خالص شويه